يظنون أن الترند بالخناق والعند، ومن أقوال الشهيرة ولا بسلامتك بكيه ولا بسلامتك شكيرة. حوارات حكايات واكلين في دماغنا عشان تفاهات، حوارات حكايات فاضيين احنا القص في الجبهات، دايشين دايسين وده في التلقيح حل يعني حويط، هرشين هرين طالعين على قفا غير كترندات، بلا 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 زيطة مش ناقصة حوارات عبيطة، على 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 الهادي يتزبطوا أحلى تظبيطة، ولا 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 فرقالي أنا الشقوة دي مجالي، كده 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 خلصانة يا شيء سهلة وبسيطة، رامز يا ابن الآخر الداخل واظبط نفسك منك ليه، هنا بالصلاة على النبي هتحاسب على حواراتك ملناش فيه. هاتوا الكلب الألماني، هاتوا دي ناس مش سالكين، شاك لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين، هاتوا الكلب الألماني، هاتوا دي ناس مش سالكين، شاك لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين، هزوا الهز هيتهز ولو جز اديله على عينيه، غير كل اللي يغير كسر مش هنسمي عليه، مش هنسمي عليه، يا معدي تفك وسلك نفسك مش فاضيين، اسلك منك لهله ليها يا اما هتفضلوا هنا بايتين، هادوا الكلب الالماني، هادوا دي ناس مش سالكين، شاك لما بطول بالي بيزيدوا يعملوا نصحين، اللي ما بيجيش عالهادي يجي بحبة تكدير، لما يشوفوا وشي التاني هيقولوا اسفين يا كبير، شكل النفسية خرابة شكل النفسية جحيم، جيبوا من الاخر وقت يا اما مصيركوا هيبقى ليم، رامز جاب من الاخر